هاي جيزال. هاي زينة، كيفك اليوم؟ تمام انتي؟ ماشي الحال. اليوم موضوعنا موضوع كتير دقيق، رح نحكي عن مشكلة الأنوركسي. طبعا يعني مثل ما في ناس بتعاني من مشكلة البدانة، في كتير أشخاص بيعانوا من المشكلة اللي هي عكس تماما واللي هي مزبوط. الأنوركسي. خبرينا شو هي تحديدا الأنوركسي؟ الأنوركسي مثل ما أنت، هي عكس البدانة، هي وقت الأشخاص بيكون في عندهم شيء اسمه البي ام اي اللي هو البادي ماس اندكس تبعهم، اللي هو بيجي حسب الوزن على طول الشخص. نورمال هو على طول لازم يكون بين 18 وال 25. الاشخاص اللي عندهم انوركسي على طول بيكون تحت ال 17. بهالطريقه يعني هن بيكون عندهم وزن كثير اقل من النورمال. فالانوركسي هن الاشخاص يلي يعني بيكون هدف تبعهم انه يوصلوا لوزن اقل من وزن النورمال. اول شيء بانه ما بياكلوا، والشغل الثاني بانه ولا مره بيعترفوا انه هن اشخاص ضعاف. او بكل مره بنقول لهم نحن انتم كثير ضعاف، بيقولوا لا نحن ناصحين، وبيرجعوا بينزلوا وزنهم على اقل من الطبيعي اكثر. يعني شو السبب يشوفوا حالهم؟ هل الميديا؟ هل هو عامل نفسي؟ هل اللي بيشوفوا حالهم ناصحين اذا هن بيكونوا اقل؟ وفي اشخاص صورهم يعني بتخوف قد ما بيكونوا بحاله خطره ايضا. هلا الاسباب تبع اكثر شيء هي نفسيه، يعني هو بيعد مرض بسيكولوجيك. يعني الاشخاص اول شيء عم تتاثر بالمجتمع اللي نحن فيه، ان كان بالتي في او المجازينز اللي نتفرج عليهم، انه الكل ضعيف. سو الاشخاص بيصيروا اذا حدا قال لهم انتم ناصحين بيطلعوا بيلاقوا انه كل العالم ضعيفه او سيلبرتيز ضعاف، سو بيصير الهدف تبعهم انه يضعفوا زياده. الشغله الثانيه هي اشخاص اذا بيعملوا ديبرسيون. في كتير حالات نحنا بما أنه الأنوركسيا عادة بتبلش بين 12 سنة و 18 سنة، هو العمر الدقيق اللي هو تينيج بيكون فيه الشخص، خاصة البنت، لأنه هي عند البنت الأنوركسيا أكتر من عند الرجل. فوقتها بيصير في عندها تغيير هرمونال للبنت من 12 ل 18، في ريسك تفوت بديبرسيون، وهيدي الديبرسيون بتخليها توصل انه تروح على فكره الانوركسي وتصير ما تاكل. وهون بدي اذكر انه بالانوركسي في حالتين بفوتوا فيهم، يا اما البوليميك مزبوط، اللي هي بتصير تاكل قد كثير كوانتيتي بس بترجع بتعمل فوميسمان، سو بهيدي الطريقه بتكون عم تاخذ كوانتيتي بس عم ترجع تشيلها. هي كانت مشهوره فيها ليدي ديانا. مزبوط. والشغلة الثانية اللي هي هلا أنجلينا جولي عم بيكون عندها إياها، اللي هي مش عم تقدر تاكل بالمرة، ما بياكلوا، بيعملوا سبور كتير، جيم كتير، ما بيروحوا على أشياء فيها فات كربوهيدرات. سو هولي الحالتين اللي هن بيكونوا عم بيفوتوا فيهم التينيج. وليتلي يعني أنجلينا جولي هي من وراء ديبرسيون هي فاتت فيها، ومن وراء مرض صار معها وصل على انه تفوت بهيدي الحاله. يعني لكن هون عم نحكي عن ديبرسيون، عم نحكي عن علاقه الشخص بشكله، بالصوره يلي هو بده اياها عن نفسه. يعني قد ما وقف عن المرايه وشاف حاله انه ضعيف، لا بعد بده يكون اضعف اكثر. اذا بدنا نحكي هون عن، لكن مش بس تاثير الشكل، انما هون في تاثير نفسي ايضا. مزبوط. شو بدنا نحكي اكثر عن هذه النقطه؟ التاثير النفسي هو انه الواحد ببطل مرتاح مع حاله فبصير يضعف زياده، بس اكثر من التاثير النفسي هو اشياء العالم ما بتعرف انها موجوده بالانوركسيا، اللي هن الامراض اللي بياثروا على جسم الشخص. يعني نحن بنبلش تاثير صحي هون عم نحكي. مزبوط. يعني نحن بنبلش انه اشخاص مش عم بيقدروا ياكلوا، مزبوط، سو مش عم بياخذوا الفيتامين اللي هن اساسيات لجسمهم. سو بنبلش مشاكل شعر، مشاكل بالسكن تبعهم، مشاكل حتى بالقلب، لانه القلب ما بيمشي اذا ما كان في بلاد سيركيليشن منيحه. سو بتخف كثير، بصير في عندنا كثير تنسيون واطي بالجسم، وبصير في ريسك انه يروحوا على هارت اتاك. سو بيعملوا كريز كاردياك. يعني وقت نقول مشاكل شعر شو بيكون؟ هر بيهر شعرهم. مشاكل جلد سكن بتصير كثير ناشفه، لانه مثل جلدة السمكه بتصير. مزبوط، بتصير عم تتشقق السكن تبعهم. القلب بصير في عندنا ريسك هارت اتاك. الليفر بصير يشتغل اقل من العاده، اللي هو الكبد بيشتغل اقل من العاده، والكيدنيز بيوقفوا لانه بيوطى كثير البوتاسيوم والصوديوم بالجسم. سو هو اللي احنا وقتها منعالج فكره الانوركسيا مبطل بس عم نعالج الشكل من برا، نحن عم نعالج الجسم من جوا، لانه الاشخاص ما بيموتوا من وراء الشكل اللي عندهم اياه من برا، لانه بيصير في عندهم اميونيتي كثير واطيه وبتاثر على كل اعضاء الجسم. جيزال بس نقول نعالج، باي طريقه علاج هون بتتبعوها؟ المعالجه هي بثلاث اشياء، العائله تبعهم، البسيكولوج، والدكتور
دايتشن. اوكي. ثلاث اشخاص لازم يكونوا موجودين لنقدر نعالج فكره الانوركسي. وهون بدي اذكر انه الانوركسي منا بروبلم هين دغري انه نعالجه. مزبوط. لانه اول شيء بدنا نخلي الشخص يعرف حاله انه هو عنده هيدي الانوركسي، نقنعه انه هو شخص ضعيف لازم يمسح اكثر من العاده. سو هون بيكون دور البسيكولوج. بيجي دور البسيكياتر اذا بده يعطي ادويه للمريض اذا كان المريض عامل ديبرسيون ليظهره من الديبرسيون اللي هو فيها. وبيجي دور العائله لحتى يراقبوا الولد او البنت او الصبي اذا هن عم بياكلوا، لانه في كثير اوقات بيقولوا انه هن تغدوا بس ان فاكت هن ما بيكونوا حتى اكلوا. سو في مراقبه الاهل وبلشوا يعودون على انه نفرجيهم حتى بالسوشيال ميديا انه مش كل الاشخاص الضعيفه هي اشخاص مشهوره او هي يعني هذا هو الشيء الصح. وبعدين هون خلينا نقول انه مش دائما الصور اللي بنشوفها اصلا بالسوشيال ميديا وبالمجلات صور حقيقيه، كلها فوتوشوب وكلها حتى هن المدرس بحد ذاته مش هن هيك. مزبوط 100%. وحتى اذا بنروح على شهادة حياة لكتير مودلز هني بيقولوا انه قديت دايا او من فكرة انه مظبوط كرمال هيك بيحربوها. فهو الاشياء بتساعد كتير هاي العائلة فيها تعملها. والدايتشن اكيد بتعطيهم نظام اكل معين ليبلشوا شوي شوي نفوت لهم الاشياء الصحية على الاكل تبعهم واللي فيها كربوهيدرات او حتى اللي فيها the good fat. هيك بينصحوا بطريقة مظبوطة ولا يوصلوا على الوزن المثالي اللي هني لازم يكونوا فيه. يعني الموضوع جدا خطير، كل شخص يمكن بيعرف حاله انه فيت بهالديبريشن لازم اكيد to call for help مثل ما بيقولوا. صعب وثقيل وبنفس الوقت خطر طبعا، ولازم الاهل يعرفوا بهذا الموضوع. جيزال ما تشكر كثير لانك ضويتي على موضوع جدا مهم اليوم. شكرا لك.